بما اني الحين قاعدة استنى زبايني، فان شاء الله كذا على المغرب اذا خلصت بسوي لكم توتوريال على الحواجب. كثير يسألوني كيف ترسمينها، انه مرة تعجبنا رسمتها. بنات الرسمة مو كل احد يناسبه نفس الرسمة على حسب رسمة وجهك. فانا ان شاء الله اول ما اخلص، انا طبعا مسوية مايكرو بليدنج، فاول ما اخلص ان شاء الله بسوي لكم توتوريال شعره شعره انه كيف ترسمونها. وفي تكنيك انا استخدمه مره حلو بيفيدكم مره احلى من الجل. اوكي، فالحين ابسوي لكم التوتوريال السريع حق الحواجب اللي بسويه. اول شيء للبنات اللي حاطين تاتو او مايكرو بليدنج ويبغون يخفونه يرسمون من جديد، ركزوا معاي. اول شيء احط كونسيلر غامق على مكان التاتو بس من قدام والاطراف، ودمجوا أصبعك أو بفرشة أو بأي شيء. تمام، هذا اللي أنا بسوي الحين. حتى لو بين مو شرط تخفونه كثير، بس أهم شيء إنه يصير خفيف اللون. حلو، الحين اللي فيها حواجب يعني مو تاتو كمان تشوف هذه الطريقة، لأن سواء كان فيك ولا ما فيك، بس هذه طريقة إخفاء تاتو. بستخدم هذا من أنستازيا، رايح فيها بس. أوكي، هو باودر ببخ عليه فيكس بلس. طيب زي ما قلت لكم بخيت فيكس بلس، شوفوا كيف صار شكله كأنه جل. طيب باخذ بفرشة من ماك، بحط لكم كل الأدوات آخر شيء. فأنا ما أحب أستخدم جل، أحب أستخدم هذه الطريقة اللي هي باودر مع فيكس بلس، تصير مرة حلوة. تمام، باخذ الفرشة الحين هي كذا مشطوفة، باخذها بهذا الشكل، شايفين القصير فوق والطويل تحت. ببدأ أرسم شعرات كل ما نحفت وكل ما بين طبيعي أكثر. طبعا هذه عريضة فأبغى أنحف أنا كذا على فوق، بس أرسم خطوط انتهى الموضوع. يعني أسهل من كذا ما في. أنا كذا دائما أرسم حواجبي، أرسم خطوط على فوق وبعدين هنا باتجاه الشعر مايل أوكي الحين سويت من قدام على فوق، من النص كذا مشطوف على برا. آخر شيء اسحبي حاجبك وسوي شعرات على برا، وحاولي ما تكون نازلة عشان ما تنزل عينك. فاسحبي كذا يعني تكون كمان مو مرة طاير عشان ما تصيرين شريرة كذا وسط. بس انتهى الموضوع.